نبدأ اليوم نحل الأسئلة، حنوقف ما نكمل نستمر مع الموضوع حتى يصل عليكم شوية إشكالات. شوية مراجعة بسيطة بس نتذكر الشغلات اللي حكينا عليها قبل ما نحل الأسئلة حتى يصير عندي في المراجعة. أول شيء قلنا النقطة، طلعت عندكم المحاضرة بالشاشة؟ لا دكتور، الشاشة سوداء والصوت شوي هيك بيطلع. موجودة صورة. واضحة؟ يعني الشاشة شنو سوداء؟ لا دكتور موجودة. موجودة. قلنا نحن هسه اللي غلط، ما نحن بدنا نريد نحسب الكونسوليديشن سيتلمنت، وقلنا هسه حساباتنا كلها على الفاينل كونسوليديشن، يعني ما راح ندخل احنا مرحلة ال اي، اما قلنا اما صفر بالتايم كول زيرو او تايم كول انفينيتي. هسه حساباتنا كلها التايم كول انفينيتي لما تخلص عملية الكونسوليديشن، بعد ما دخلنا بموضوع الوقت. الفصل راح يصير عندنا تعريف اللي قلنا اهم شيء انه احدد عندي التربه نورمالي او اوفر كونسوليديتد، لانه شفنا القانون مالتنا يختلف. تحديداتنا للاوفر كونسوليديتد يا اما يقول لي انه التربه اوفر كونسوليديشن، يا اما يعطيني هنا هذا من يعطيك عندنا تعريف قلنا الاوفر كونسوليديتد ريشيو. الاوفر كونسوليديشن ريشيو هي تمثل لي الماكسيمم بري كونسوليديشن بريشر على سيجما في نوت برايم اللي في الافكتيف ستريس الانيشال. قلنا الماكسيمم بري كونسوليديشن هو اكبر اجهاد اجى على التربه بتاريخها، ما اجى اكبر منه، ولذلك عندي اكبر شيء انه توصل عندك سيجما في نوت هي انه تساوي السيجما في برايم. فلما عندي الاوفر كونسوليديتد ريشيو يساوي لي واحد، يعني التربه عندي نورمال كونسوليديتد. اذا السيجما في نوت برايم عندي اقل، يعني الاوفر كونسوليد ريشيو اكبر من واحد، هذه عندي التربه شنو هي اوفر كونسوليد. مرت اللخ، اذا الاوفر كونسوليد ريشيو الاو سي ار اذا يساوي لي واحد، يعني هذا التربه نورمالي كونسوليديتد. اذا الاو سي ار اكبر من واحد، 2 3 4، فالتربه عندي هي اوفر كونسوليد ريشيو. اما من الاو سي ار او بعدين مثل ما شفنا انه من نجي نحسب على دلتا سيجما، وهذه راح نجي بس هي واحده الشغلات اللي نقدر راسا نعرف التربه هي نورمالي كونسوليديتد اور اوفر كونسوليديتد هي من الاو سي ار. هذا القانون الاول اللي حسبنا عليه، والثاني طبعا حسب معطيات السؤال قلنا اذا اعطاني 2 فويد ريشيو اقدر احسب عندي سيتلمنت. ينطيك الام سب في، تقدر تطبق قانون الام سب في، هذا القانون الثاني، او من القانون الاي سب في، هذا قانون الاي سب في، هذه القوانين تحفظوها. او عندنا هسه القوانين الاخرى اللي هي لما يعطيني سي سب سي، يعني علاقه اللوج ويا الفويد ريشيو. اما عندي التربه هي نورمالي كونسوليديتد، فاقدر اطبق هذا القانون. او عندنا اذا التربه عندك اوفر كونسوليديتد، قلنا راح يصير عندي احتمالين من التربه عندي اوفر كونسوليديتد، يعني السيجما بي نوت براين قيمتها صارت هنا. اما في حاله النورمال كونسوليديتد، السيجما بي نوت براين منا هو على اليمين، اذا على اليسار اقل من سيجما بي فهي شنو اوفر كونسوليديتد. الاوفر راح يصير عندي سيجما في نوت برايم، اما اجى الاساس حملنا بس بقى عندي ورا التحميل، صارت عندي بعد التحميل هي اقل من سيجما في، فاطبق عندك. فاذا انت بعدك يعني معادله خط مستقيم وميل، انت الميل مالتك هو سي سب ار وعندك نقطتين، فمعادله خط مستقيم هذا عندك اطبق اني الاجهاد مالتي صاير على سي سب ار. اذا الدلتا سيجما صارت بحيث عندك عبره الهالسايد، فراح يصير عندك تو تيرمز المعادله، هذا الترم الاول اللي سي سب ار، والترم الثاني اللي هو السي سب سي. واضح؟ نعم دكتور واضح. فنحل سؤال اليوم. دكتور نعم
دكتور العفو، ممكن أقدر أطلع؟ والله بس دقيقة، دا أفتح التبريد إجت الوطنية، اسمحوا لي بس دقيقة. منو بابا أنتي؟ دكتور أنا وجدان. غير وجدان أمي. دكتور أنا بدي أطلع، يعني هيك تعرف. يلا مشكلة. شكرا. عندنا هذا المثال، طلعتكم بالشاشة. دكتور موجود. هذا المثال هو مثال تطبيقي على الموضوع. بس عندنا هذا السويل بروفايل، وعندي هذا تربة ما الدفن. تربة الدفن هي راح تمثل لي شنو؟ الإضافة اللي هي دلتا سيجما، اللي هي راح اسوي لي الكونسوليديشن سيتلمنت. احنا قلنا بدون اضافه حمل انا عندي تربه سطح قبل ما اضيف الحمل، هذا الفيل عندي تربه سطح انيشال تريس. اجى هذا الحمل، نتيجه هذا الحمل راح يصير عندي فد نوع من الهبوط للتربه. شلون احسبه؟ احنا اولا قلنا الهبوط او السيتلمنت كونسوليديشن سيتلمنت، موضوع الكونسوليديشن راح يصير عندي بس على تربه الطين. فاذا الان هسه التربه المعنيه عندي بالمشكله مال كونسوليديشن هي هاي ال 8 امتار. هذه اول شيء. هسه اذا يقول لك عندك احتمالين، الاضافه مال الحمل اما 25 كيلو نيوتن بير متر سكوير او 50 كيلو نيوتن على المتر المربع. شو راح نتعامل وياها؟ حسابات الكونسوليديشن. هسه مطينا هنا اول شيء قيمه للاو سي ار، مطينا الاو سي ار هي 1.5. فاذا التربه مالتي شنو؟ نورمالي لو اوفر؟ اوفر 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 اوفر. راس الاو سي ار من اكبر من 1 يعني تربه نور اوفر كونسوليديتد. اذا قال لك، اما اذا بالمثال قال لك نورمالي كونسوليديتد كلي، او يجوز يقول لك الاو سي ار يساوي لنا 1، فتفتهم انت انه التربه مالتك هي نورمالي كونسوليديتد، فيعني مو شرط انه يذكرها بالاسم. بس هاي سؤال باراميترز اللي نعطيناها، واللي هي مطيك الجي ومطيك الدبليو. من القوانين مالتنا نقدر نستخرج البول ريشيو لانه راح نحتاجها. طلعنا الجاما توتال، هذه من البيسك ريليشن مالتنا الاوليه. هسه احتاج احسب الافكتيف ستريس. الحسابات مالتنا دائما من كونسوليديشن، من اجي احسب الافكتيف ستريس احسبه في منتصف الطبقه، يعني كل اللود اللي ينقل احسبه الى منتصف الطبقه. يعني الافكتيف ستريس هسه راح نجي عندي كله نحسبه الى منتصف الطبقه، يعني طبقه عندك 8. هسه من تجي نحسب الافكتيف ستريس نحسبه كله، راح احسب هاي الطبقه مال الساند واحسب طبقه الكلي الى المنتصف. هذه كلها بحسابات الكونسوليديشن. نلاحظ هسه الافكتيف ستريس البي نوت برايم او السيجما نوت برايم، الجاما في مال رمل، وعندك ايش قد الاتش هنا مستعملها؟ هي 4 متر، 4 في الجاما توتال ناقص 10. حسبنا الافكتيف ستريس الى منتصف الطبقه. نجي هسه منطيني الاو سي ار، الاو سي ار تمثل لي البي برايم او السيجما نوت برايم، بي برايم سي على السيجما نوت برايم من القانون مالتنا. اطلع منها اللي احتاجه هسه اني اطلع الماكسيمم بري كونسوليديشن بريشر. ليش؟ حتى انا احنا عرفنا التربه مالتي نورمالي العفو التربه مالتي هي اوفر، بس حتى اعرف اني من لازم احدد قيمه الماكسيمم البي برايم سي.
حتى اعرف اني قبلها لو بعدها، حتى استعمل ام القانون الواحد لام القانونين. هذا هنا من هالقانون، من هالمساله طلعنا البي برايم سي، طلعت لي 100. انت عندك هسه الافكت الانيشال افكتيف ستريس قبل ما تحط اي حمل عندك هي 66.7. هسه اقول لك اني حطيت لك عندك حالتين اريدك تحدد فيها. عندك تو كيس. الكيس الاول انه تربه الدفن جت وزنها 25، والتربه الكيس الثاني انه حطيت تربه دفن 50. احسب لي كونسوليديشن بالحالتين. نجي هسه على الحاله الاولى. انا هسه اشيك، قلنا انا اشيك وين على المحاضرات هسه اللي حكينا عليها. اشيك الافكتيف ستريس الانيشال زائد الدلتا سيجما قيمتها 91، فاذا هي اقل من البي برايم سي. فاني لازلت وين على الميل ابو السي سبار. فاطبق عندي القانون الاول اللي هو ابو التيرم الاول واحل موضوع، احسب عندي مقدار الكونسوليديشن سبار. واضحه لو اعيدها بابا؟ واضح دكتور. واضح. بقية واضح دكتور واضح. زين نجي على الكيس الثاني اللي هي 50 كيلو نيوتن زيدناها. شيكنا عنده الانيشال زاد الدلتا سيجما طلعت عندي 116، عبرنا البي برايم سي. فلازم شنو اطبق القانون ابو التو تيرمز. فاذا راح نلاحظ انه القانون الاول عندي تيرم الاول هو ايش نستعمل السي سب ار، وعبرنا على التيرم الثاني نزلت على الميل ابو الكومبريشن واستعملنا السي سب سي. فاذا طلع عندي الكونسوليديشن سيتلمنت في الحاله اكبر من الحاله الاولى، وهي طبيعي لازم طلع عندي 72 ملم. هذا في تطبيق مباشر على الكيس الاخيره لما عندي اوفر كونسوليديت وتعرف اني بيا مرحله. هذا عندي المثال الاخر. عندنا هنا اساس فوتنج عندي 2 في 2 متر ومسلط عليه حمل، هو ده يريد يعرف مقدار الحمل. يمكن هذه خواص التربه الطينيه، مقطيني سي سب سي والاي فويد ريشيو والجاما دراي، كل هذه مال الكورس الاول. يريد تحدد الدلتا كيو او الدلتا سيجما هنا قد مقدارها. اذا مطيع بالعكس مطيك الكونسوليديشن سيتلمنت مقدارها 21، وريد تحسب لك قد مقدار الدلتا تي او الدلتا كيو هي نفسها. نجي هسه نحسب الانيشال فويد الانيشال افكتيف ستريس. وقلنا دائما حساباتنا اذا تنتبه مارك اللخ دير بالك، حساباتنا دائما نوصل بها الى منتصف التربه الطينيه، احسب منها الى المنتصف. فاذا افكتيف ستريس الانيشال هو 2 في 15 الجاما مال دراي هنا زائد 2 في الجاما بوينس. هاي حسبنا الانيشال افكتيف ستريس. نجي نطبق القانون هذا، بس مجرد حتى لان دائما صعدنا اشكالات هالموضوع، مجرد نطبق القانون نعوض هنا ايش قد عندك مقدار الكونسوليديشن سيتلمنت هو 21 ملم بالامتار نعوضها. وصلنا الى هاي الحاله. شلون اتخلص من اللوج؟ حتى تعرفون اللوج قاعد تخلصه اذا يعني دائما لان هاي الطلاب يسالون او صعد مخربطه. هذا القيمه انه هذه الطرف الايمن ارفعه الى 10 اس الطرف الايمن واتخلص من اللوج، تطلع لي مقدار قيمه الدلتا بي. واكمل السؤال. دكتور هذا بس نعم دكتور، بس هاي 20 ناقص 10 شلون صارت 20 ناقص 10؟ هذه التوتال ماينس الفور ووتر بريشر.
راسا هاي اختصار يعني هسه اذا تريدين تمشي التوتال ماينس الفور ووتر بريشر حسابات الافكتيف زين وصلت؟ اي نعم دكتور. فهذه بس حتى تعلمون شلون تخلص من اللوج، المفروض هاي بالرياضيات تاخذوها بس دائما صعدنا اشكالات. مثال بس تطبيقي حتى نعرف شلون نتخلص من اللوج بهالطريقه. انه نرفع الطرف الايمن نقول 10 بس قيمه الطرف الايمن ونطلع قيمه الدلتا في من هالمثال. بس نجي بالتدريج هذا المثال نريد ننتبه عليه شوي. طلعتكم هذا الاكزامبل هسه الجديد على الشاشه؟ اي نعم دكتور. موجود. عندنا هسه هاي التربه مثل ما تشوفوها. خواص مالتها عندك ساند وعندنا هنا كلي ومعطين الخواص مالتها. السويل بروفايل. اول شيء دا يريد يقول لك كان يحسب لي الافكتيف ستريس وبالنسبه لنا هاي فت حسابات عاديه بالنسبه لكم يعني نفس الشيء راح يطلع الجاما درايف من دلاله الجي والدبليو هاي راح نجي ان شاء الله هاي ما بنزل لكم اياها بس حتى تعرفوها حسبنا الجاما درايف والجاما ساتشوريتد وحسبنا التوتال ستريس والباور ووتر بريشر وحسبنا الافكتيف ستريس بنقطه اي كلها بالمنتصف حسبنا الانيشال لود هاي بدون اي حمل هسه هاي الحاله اللي هي نسميها جيوستاتيك ستريس بدون اي حمل عندي تربه قبل ما انفذ اي مشروع وهنا قلنا اني ما دام عندي ما تربه عاديه ما يصير عندي عمليه سيتلمنت شو كنت راح يصير عندي عمليه سيتلمنت لما نبدي بعمليه التنفيذ تنفيذ هنا يقول لك نفس المثال السابق جينا هسه حفرنا اساس بدينا بالعمليه الحفر وبدينا ننفذ حطينا عندي لود ستراكشر ايا كان ستراكشر بنايه عماره بيت هذه هو حسب اللود يقول لك فور ذا سيم سويل بروبلم يعني بروبلم الاول اف ستراكشر اوف ويت عندك ستراكشر الوزن مالته هسه الوزن مال ستراكشر هو 5000 كيلو نيوتن عندك الابعاد مال دايمنشن عندك الاساس هو 5 في 10 وعمق الحفر عندنا 1.5 متر اسفل الارض الطبيعيه عندنا حفرنا 1.5 وهذا الابعاد مال الاساس وهذا الحمل المطلوب هنا يقول لك determine the increase in stress at the mid layer of due to the construction of the structure ايش قد عندك راح يجي مقدار الاسترس اللي راح يجي ومحدده هسه طريقتين عندنا نستعمل العفو اما طريقه 2:1 او طريقه الانفلونس تشارت احنا قلنا الانفلونس تشارت هي نفسها اللي اخذناها بالكورس الاول ما تشارتات ندخل على مستطيل ونحسب من خلاله اذا ما نطينا تشارت تروح راسا على طريقه 2:1 اللي هي طريقه الابروكسيمت هذه اكثر شيء راح نستعملها اذا نطاق التشارت وحددك نشتغل عليه اذا ما نطاق فنستعمل طريقه 2:1 ونفس الشيء دير بالك اللود كله الى منتصف الطبقه راح نجي هسه هنا اكو نقطه اساسيه هسه هنا عندنا حسبنا الستريس اللي هو البي على الاريا 5000 على مساحه الاساس طلعنا الدلتا كيو اس بالسيتلمنت بس هاي دير بالكم عليها موضوع السيتلمنت عندنا احنا دائما نتعامل بالحمل الصافي مو بالحمل الكلي يعني هنا عندك الحمل الصافي شو يساوي لي؟ يساوي لنا الدلتا كيو اس ناقص عمق الحفر في الجاما ليش؟ لا نتعامل بهالموضوع ليش نتعامل بالحمل الصافي دائما موضوع السيتلمنت حسب ان شاء الله موضوع الصف الرابع راح تطرقون موضوع البيرنج كاباسيتي واحد يتعامل بالنت لود واحد يتعامل بالجروس بس احنا عندنا حتى نفهم موضوع الكونسوليديشن سيتلمنت وليش بدنا نتعامل بالحمل الصافي
احد عنده هيك فد شيء تخميني من هالموضوع نتناقش فيه لو نحكي عليها؟ ما حد يتبرع؟ قد ملاحظة؟ احنا ليش نتعامل بالحمض الصافي؟ هسه اذا اريد نجي احنا دائما قلنا التربه هي بين لودينج وبين انلودينج. انا عندي تحميل وصل الى هذه المرحله. هسه اذا اريد نجي هذا الحاله اللي عندي بالمثال، انا هسه نتيجه هاي التربه عندك مبدئيا دائما عندنا قلنا بالكورس الاول احنا دائما عندي مرحله من منطقه صار عندي نتيجه تعريه، عوامل تعريه، بيصير عندي مرحلة تآكل في منطقة ومرحلة انه تجي الرياح تاخذ هذا التراب او عن طريق المي تاخذ هاي، صار عندي عملية قشط الايروجن منطقة وتجي ترسيه في منطقة اخرى. اذا عندي الرياح ده تجي تذب لي التراب او المي في هذه المنطقة تدريجيا مع الزمن شوية شوية ده يزيد عندي اللود. اذا وصلنا لهالنقطة نقطة ستي واللي هي تمثل لي بالحمل هسه التربه قبل ما نشتغل عليها اي مشروع. جينا هسه احنا سوينا، انا هسه اقصى قيمه للحمل هي نقطه سي. احنا هسه جينا حفرنا الاساس، نتيجه الحفر صار عندي انلودينج، فبدت عندك هسه حفرت اساس بعمق 2 متر صار عندك انلودينج لهالنقطة وصلت. نتيجة الانلودينج شنو؟ عندك الافكتيف ستريس ده يقل وعندك شنو؟ زيادة بالحجم اكيد راح يصير بالتربة، تغير بالفويد ريشيو. قلنا اني دا اشيل حمل ونتيجة هالرفع الحمل راح يصير عندي شنو؟ سوالينج او هيف. وصلنا لهالنقطة، هذه النقطة هي لما حفرت الاساس. هسه بدينا ننفذ المنشأ، هذه اللي هي الاستريس اللي مسلط عليه 5000 كيلو نيوتن على الاساس، بدينا عمليه تحميل. فاني لازم هسه اعرف اني ايش قد حفرت وايش قد ضفت لود، لان نتيجه هذه الاضافه راح تقول لي اني هنا او اني نتيجه الاضافه هذه اني هنا. فنتعامل بالحمل الصافي، الحمل الصافي هو ايش قد حفرت وايش قد ضفت لود. هذه لازم اعرفها حتى نعرف حساباتنا هي وين. وصلت النقطة هذه ولا لا؟ نعم دكتور. فدائما عندنا بالسيتلمنت ايش قد عندك مسلط حمل ستريس، نطرح منها الجاما في الدي اف، ايش قد عمق الحفر في الجاما التربة. هذا تشوف هنا طلع عندك الكيو نت عندي 75.25، هذا اللي هو اشتغل عليه بموضوع الكونسوليديشن. فاذا عندي النت ستريس عندي حمل اضافي نتيجه تسليط الحمل للاساس هو 75.25. حسابات قد راح يجيني من هاللود هذا؟ هسه عندي هذه الستريس عندي 75 طلقناها على اساس ابعاده 5 في قد في 10، راح اصلها مساله روتينيه مثل ما شفنا بموضوع الكورس الاول. عندي 5 في 10 دائما عندنا موضوع الكونسوليديشن، ما مدى نحسب هسه عندي سيتلمنت بالركن او هنا بهاي النقطه، هاي موضوع راح تاخذوه بصف رابع. احنا بحسابات الكونسوليديشن سواء استعملنا طريقه الاثنين الى واحد او استعملنا تشارت، فالحسابات مالتي راح اصير كلها بسنتر الاساس. فبالسنتر عندنا هذا راح تقسم الى اربع مستطيلات، او نحسب مال واحد مال ستريس اول ونضربها في اربعه ونحسب الدلتا سيجما اللي جتنا. هذا نفسه مال الشارت الاول، مال الشارتات بالكورس الاول. اذا اردنا نحسبها بال محاسبة شو بال هنا بالتلتا سيجما هنا، العفو هيانها هذا بالشارت الاول. طريقة الاثنين الى واحد هيانها،
لنحسب عندي نضرب بالمساحة ونقسم على 2 إلى 1. الاثنين إلى 1 مستمرة إلى وين؟ قيمة الزد إذا ننتبه هسه، قيمة الزد من أسفل الأساس إلى منتصف الطبقة إلى نقطة أي. فالزد هنا هي 2 زائد 3. حسبنا عندي الدلتا سيجما اللي جايتنا، أما طريقة الشارت أو طريقة الأبروكسيميت طبعا عندي اختلاف بيناتهم. عندنا تشارتات هي أدق، عندي طريقة الأبروكسيميت هي بطريقة تقليدية. هذه هنا كلها عندنا نحسب عندي الاسترس اللي إجاني حتى ندخل بعدين بحساب موضوع معادلة الكونسوليديشن. أحد عنده سؤال هنا؟ مفهومة؟ هسه المطلب الثالث يريد نحسب عندنا، يقول for problem 2a يريد الـ total والـ pore water pressure والـ effective stress في منتصف طبقة الكلي مباشرة بعد تسليط الحمل، هذا بالحالة الأولى، وبعد فترة طويلة جدا اللي هي بعد عملية الـ consolidation. قلنا اني في حكينا كلام مره، لما عندي تسليط حمل اسلطه وفي لحظه تسليط الحمل عندي ايميديتلي الحمل وين يروح كله في البدايه؟ حيدر ونوي للمي للمي يلا بعد لا حد جاوب على الماء السلام. فبالبدايه مصطفى مثل ما جاوب مصطفى عندي الايميديتلي راسا هنا عندنا حسبنا التوتال ستريس هو الانيشال اللي حسبناه زائد الزياده اللي جتنا، والزياده منين جتنا؟ من دلتا سيجما اللي حسبناها بالشارت. هنا انا معتمد على الدلتا سيجما اللي جتني من الشارت، هذه القيمه هي قيمه الزياده. والانيشال ستريس هذه اللي حسبها بالبدايه هنا 120، فاذا اني عندي 120 وجتني زيادة دلتا سيجما من الأساس قيمتها 36، فصارت عندي توتال ستريس قيمتها 156. البور ووتر بريشر في لحظة الزيادة هنا عندي أصلا أنا حاسب البور ووتر بريشر انيشال عندي 50. ايميديتلي رأسا عند تسليط الحمل كل الزيادة اللي هي جتنا هذه تجي رأسا على البور ووتر بريشر. الافكتيف ستريس عندي او السبرينج يجي فد شيء لو لا في لحظه تسليط الحمل بالبدايه؟ ما دام شال الحمل كل المي فاذا اول شيء عندي صفر. فاذا هذا اللي صفر. وصلنا له حكينا عليه بالبدايه انه في لحظه تسليط الحمل اميزه في او تام كل زيرو الحمل عندك التوتال ستريس هذا هو ما يتغير، اجا مقدار من الحمل اضافي من الاساس، هذا المقدار الاضافي كله في لحظه تسليط الحمل ينتقل الى البور ووتر بريشر والافكتيف ستريس يبقى هو مثل ما هو. هذا فد اثبات بروف لاخ انه الافكتيف ستريس قيمته ستبقى مثل ما هي، انه نطرح هذا من هذا في الواحد. المطلب الثاني يقول لك احسب لي كونسوليديشن سيتلمنت بعد فتره طويله جدا أو at the end of consolidation. فعندنا هسه نطبق المعادلات الأربعة اللي نحتاجها، واحدة من عندها اللي نحتاجها. ما دام هسه اشتغلت على موضوع السي سب سي راح نجي هسه نحسب هذا الموضوع. او هو ما يريد يحسب، العفو ما يريد يحسب الكونسوليديشن، بس مجرد يريد يعرف الافكتيف ستريس والتوتال ات ذا اند اوف كونسوليديشن. فاذا عندك في نهايه الموضوع عندك التوتال ستريس باقي مثل ما هو ما يتغير قيمته منا او احنا، مجرد انه ننتبه انه
at the end of consolidation قلنا الحمل عندك الدلتا سيجما هذا مكان ما انتقل الى البور ووتر بريشر راح يروح كله شنو الى الافكتيف ستريس. فنهايه عمليه الكونسوليديشن البور ووتر بريشر يرجع الى وضعه الطبيعي ما قبل التحميل، وعندي دلتا سيجما تتحول الى الافكتيف ستريس. فعندي الافكتيف ستريس في نهايه المطاف او في نهايه عمليه الكونسوليديشن هو 106.952. إذا أريد نشيك نطرح التوتال ماينس الإفكتيف تطلع عندي قيمة الفور ووتر بريشر لازم تساوي لنا 50. واضح هذه بابا؟ هذا العطاء عندك بديهيات دائما تستعملها ترى. واضحة واضحة دكتور. واضح. هنا سؤال الأخ تطبيقي على هالموضوع. هذا هنا بس قد مثال نفس الحالة بس يقول لك مكان ما تحسب يقول لك مرات يقول لك دائما تجيب الأسئلة يقول لك احسب لي ارتفاع المي بالبيزوميتر لحظة تسليط الحمل وفي نهاية عملية الكونسوليديشن. هذه شو راح نحددها ارتفاع البيزوميتر؟ من ضغط الماء. علي علي صادق كرار طارق من بعد ضياء. نعم دكتور. نقدر نعرف ارتفاع البيزوميتر جيد؟ دقيقة. وين رحت؟ دكتور. موجود موجود. دقيقة شنو؟ والله ما أدري. دكتور قبل شوي صحتني لو شنو أنا ما فهمت علي. منو أنت؟ حيدر ودود قبل شوي يعني ما ادري ما افتهم صحتني لو صادق طالع شنو ما ادري انا موجود ده اسمعك بس ما افتهمت يعني عبالي ما تصيحني عبالي انا اسمع الغلط ما يعني الصوت كان سريع زين. حوراء ستار السلام عليكم دكتور تسمعني؟ عليكم السلام ورحمة الله. منو أمير؟ نعم دكتور. نعم أمير. دكتور أنا هسه يلا طبت كتبت لك بالجروب والله لأن النت كان مقطوع هسه يلا رجع. شفته شفته بسيطة. تمام. هسه ارتفاع البيزوميتر أحد يقول لي؟ ولا أسمع واحد يتبرع؟ دكتور. نعم. إيه دكتور نقدر نحسبه. ما حوراء شلون؟ هو ارتفاع المقدار الارتفاع هو نفس ال HB مو عندنا اليو على الجاما واتر وعندنا اليو هي 50 فعلى 10 فعندنا 5 زائد الزيادة الحاصلة فيه راح نجمعه فيطلع مقدارها هاي بالنقطة الأولى فرع A. زين 50 هذه يعني قصدك هنا هسه راح نرجع 50 على 10 فاحسب 5 50 هذه الحالة الثانية at the end of consolidation تطلع مفروض يعني قصدي هسه بالنسبه لنا ك كمفهوم السؤال نقسم الفور ووتر بريشر مو ايه نقسمها على جاما ووتر جاما الفور ووتر بريشر على جاما ووتر اللي تطلع 5 على البيزوميتر في الحاله الاولى وفي الحاله الثانيه يا هو يطلع اكثر عندي اللي يطلع بالحاله الاولى ليش يعني راح يصير زيادة بالحالة الثانية يعني هو كل ضغط الماء زائد يعني راح يصير له فالزيادة تكون صفر. والله والله عافية عليك. عندي الحالة الأولى هي طبعا كل الحمل اللود انتقل إلى المي ورأسا كله راح يزيد عندي والحالة نشوف أنه البور ووتر بريشر هنا إذا قسمناه راح يصير عندي ارتفاع البيزوميتر المي بالبيزوميتر تقريبا في 8.6 وبالحالة الثانية هو راح يصير عندي 5 متر
بعد ما كله تسرب الفور ووتر بريشر الاصلي، شوف هنا عندك الزياده، وعندي بهالحاله مجرد هذه حالتين، يا اما يقول لك احسب لي فور ووتر بريشر او يقول لك حطيت بيزوميتر واحسب لي ارتفاع المي بالبيزوميتر في لحظه تخليط الحمل. وممكن طبعا عمليه بالعكس، انه يقول لك انا حطيت بيزوميتر وحطيت ولحظه تسليط الحمل قرا لي هالقد، فنرجع بالعكس نحسب الباور ووتر بريشر ونحسب الهاي. هذه عمليه معكوسه، فتدرب نفسك انت اما هيجي او هيجي. مفهوم بابا؟ اي نعم دكتور. خلينا نكمل حل الأسئلة مع نهاية الشابتر. هل طلعت عندكم الصورة الجديدة ولا لا؟ لا دكتور بعد. دقيقة بس والله. هذه الأسئلة مال نهاية الشابتر. نجي نحل هسه أول ثلاث أسئلة وأربعة اللي هي لها علاقة بالموضوع حتى اليوم لا تضيعون المسألة. السؤال الأول هنا، يقول لك عندي تربة سوفت كلي تكنس مالتها 2 متر والليكويد ليمت مطينية، صار عندي زيادة بالحمل من 4 زاد إلى 8 كيلوغرام على المتر مربع، مطين الفويد ريشيو الانيشال هي 0.67، اريد نحسب السيتلمنت اللي صار. السيتلمنت اللي صار شنو؟ نتيجه زياده الحمل من 4 الى 8. فاذا دلتا سيجما اللي صارت الاضافيه ايش قد صارت عندي قيمتها؟ دكتور شنو الاضافه بالحمل اللي صارت ايش قد؟ ايش قد ضفنا الحمل؟ 4 بالضبط. أنا من 4 إلى 8 فهي سيجما 1 ماينس سيجما نوت أو سيجما 2 ماينس سيجما 1، هذه الحمل إضافة من الحمل اللي صارت. هنا بس عندي علاقة راح نستعملها دائما كورليشنز اللي هي من يعطيك الليكويد ليميت، أكو عندي علاقة تربط لي بين السي سب سي وبين الليكويد ليميت. هذه العلاقة هي هذه من المشهور. هذا حل السؤال. عندي علاقة هذه تحوضوها، عندي علاقة اللي هي 0.09 liquid limit ناقص 10 السي سب سي تساوي لي 0.009 liquid limit ناقص 10. دكتور هاي شوكت نستخدمها؟ وين شوكت ما يعطيك liquid limit تستخدمين هذه العلاقة. من يعطيك liquid limit بالسؤال يعني يريدك تطلع السي سب سي، فهي السي سب سي اما تعطى بالسؤال او من تشوف اني طاش قيمه الليكويد ليميت يعني اني دا وجهك انه تستعملين السي سب سي. بس عندنا هنا راح نستعمل ما دام طلعنا السي سب سي، اما نستعمل القانون الاول او عفوا الحاله الرابعه اللي هي قانون السي سب سي، هذا عندك اضي اطبق طلعنا قانون الكومبريشن اندكس السي سب سي طلعتها من هذا القانون،
اروح على القانون الرابع مباشره دايركت اللي هي سي سب سي على 1 زائد ان اي اتش نوت لوج سيجما 2 على سيجما ونعوض السي سب سي عندك الانيشال مطينها قيمه الاي نوت الثيكنس مال الكلي لاير مطينا اياها هو بالسؤال مطينا اياها عندي مترين تريد راسا تحولها تكتب مترين او تحولها بدلات السنتيمتر راسا تكتب 200 حتى تطلع راسا عندي الكونسوليشن سيتلمنت بدلات السيتلمنت عندي لوك سيجما 2 على سيجما 1 تطبيق مباشر راح تطلع لي عندي الكونسوليشن سيتلمنت هي 11.3 او طلعنا السي سب سي عندي من الميل سي سب سي شو يساوي لي؟ دلتا اي على دلتا لوج بي هذه شنو علاقة عندنا؟ قلنا علاقة فويد ريشيو باللوج بي الحالة الرابعة من هذه العلاقة اطلع الاي 1 اللي يريد يحلها بس بطريقة واللي يريد حتى نعرف بس مجرد عندي من نحلها بطريقتين طلعنا الاي 1 فاذا من القانون مالتي هي القانون الاول هذا القانون الاول اللي هي دلتا اتش تساوي دلتا اي على 1 زائد اي في الاتش نوت من هالقانون احسبه اطلع الكونسوليشن سيتلمنت او الدلتا اتش واضحه هذه بابا يعني حد يعرف واضحه دكتور واضح دكتور ان شاء الله فهذا السؤال الأول طبقنا به القانون الأول والقانون الرابع حتى تقدر خياراتك تتعدد وتقدر تعرف شلون تحل السؤال. ننتقل إلى المثال الثاني. دكتور هاي الملزمة منزلها إلنا؟ يا ملزمة. هاي مال حل الأسئلة؟ لا بعدنا هسه اليوم بدنا نحل الأسئلة. تمام. بس مرت استمر بالموضوع الكونسوليشن قلت اليوم حنحل الأسئلة الخاصة بالجزء الأول وبعدين نفوت بالجزء الثاني لأن الجزء الثاني شوية معقد راح يدخل فيه مسألة الوقت ومن تستمر في المرة بعدين تشبج عليكم. فخلي اليوم نكمل موضوع حل الأسئلة. وبعدين ننتقل للموضوع الثاني. هذا ان شاء الله الاسئله يعني هاي الاول ثلاث اسئله اربعه انزل لكم اياها حتى يصير عندكم متابعه ويا الحلول. تمام جدا. هنا عندنا بالمثال الثاني عندك بور هول عندك السويل بروفايل هاي مطين اياها. هاي موجوده عندكم انتم مو يعني بنهايه الملزمه. دكتور بنهايه الملزمه موجودات موجود يعني قصدي كصيغه سؤال موجوده يمكم بس حتى تقرون نقراها عندك هاي حفرنا يقول لك بور هول ومطين الاعماق مال الكل سويل بروفايل اول ربع متر عندي توب سويل بعدين من الربع متر الى الثلاثة ونص يعني عندي ثلاثة وربع متر عندي ساند والووتر تيبل مطين ارتفاع متر وربع اسفل سطح التربة وبعدين يجي عندي من 3.5 إلى 10 متر يعني 6.5 متر عندي ثيكنس مال طبقة الكلي نهاية 10 متر بعدين عندي طبقة روك صخور اللي ما بعدها بعدين طبعا هي غير قابلة للنفاذية فعندي المهم عندي طبقة ثيكنس كلي هي 6.5 نعطينا هنا الخواص مال التربة اليونت ويت مال توب ساند وعندي نجي على هسه المواصفات مال البلدنج اللي اذا تجي تنبني. نادى يقول لك عندي بنايه راك فاونديشن اساس 18 في 18 البيس مالتها حفرنا مترين وربع. الرف مالتنا عندنا 18 في 18 حفرنا على عمق مترين وربع الحمل هنا اللي حكينا عليه منطيني الجروس الاجمالي مو منطيني النت
عندي حمل اجمالي مقداره 2.7 في 10 اس 4 كيلو نيوتن، مسلط على 18 في 18 متر. بس اريد نحسب الكالكوليتر سيتلمنت اوف ستراكشر كونسوليديشن، ومعطيني الكوفيشنت اوف فوليوم كومبرسبيلتي اللي هو ياهو الام سب في لو الاي سب في. شو تقولون؟ الام سب في. الام سب في، الام سب في قيمته هذه مطينها، فهو محدد لك اتجاهك على قانون الام سب في، ومطين هنا قيم الام سب في على بالسطح وبالتربه. يعني ما هسه منطق اياه هو ليصير عندك تدريجي. هذا عندنا خلاصة السويل بروفايل مالتنا. هلا نقاربه قبل ما نجيب حل السؤال. هذا هسه صفيناه، صار عندي هذا الاساس. اساس عندك 18 في 18 متر على عمق 2.25. الووتر تيبل هذا ارتفاعه 1.25، وطبقة الثيكنس عندك مال ساند تمتد الى هذا، وعندي 6.5 طبقة كلي. قلنا احنا حساباتنا من نريد نحسب الستريس في اي نقطة عندك لازم يكون اسفل الاساس وعمق الزيت شنو الى منتصف الطبقة. دائما حساباتنا الى منتصف طبقة الكلي، فمنها اذا نحسب منها الى هنا راح تطلع لي 4.5. هسه اذا اريد نجي نحسب مقدار الستريس المنتقل، هنا انا محدد لك ايضا بالسؤال اذا تنتبه انه تستعمل طريقة الشارت. من حساباته رأسا عندك الشارت، نطبق مقدار الدلتا كيو. بس نجي اول شيء نحسب قيمة الدلتا كيو، قد راح تجيني دلتا كيو. احنا هنا مطين الحمل الاجمالي، وهناس مطين عندك روس لود قيمته دلتا كيو 2.7 في 10 اس 4 نقسمها على الاريا راح تطلع لي الستريس. هذا عندك الستريس المسلط الاجمالي. قلنا انا لازم بالكونسوليديشن او بالسيتلمنت دائما نتوجه نحسب شنو؟ نحسب النت. فعندي هذا الجروس، ونحسب نطرح منه مقدار قيمه الحفر. الحفر عندي هو جاما في عمق الحفر. عمق الحفر هو 2.25 في الجاما مال التربه اللي معطيني اياها. حسبنا عندي مقدار النت هو 41 عفوا كيلو نيوتن على المتر مربع. هذا الحمل النت اللي على اساسه راح نجي هسه نحسب موضوع الكونسوليديشن سيتلمنت. راح نجي هسه من طريقه الشارتات نحسب مقدار الحمل، هذا ال 41 على قاعده الاساس على عمق زد. قد راح يصير عندي؟ راح توصل عندي نتيجه انه شارت وصل عندي 38.13. هذا منتصف طبقة الكلي. في منتصف طبقة الكلي وصل عندي من هاي الواحد واربعين وصلت عندي 38.13. إذا هسه نجي نطبق قانون الكونسوليديشن، هو قيمة الأمسب في دلتا سيجما في الإتش. هذا القانون الثاني. نستعمل الدلتا سيجما في الاتش ثيكنس مال طبقه الطين. بس الام سب في هسه هنا بالسؤال مطنيها متغير، نعطيك هنا بالمثال في اعلى طبقه الكلي قيمته 4.2 في 10 اس ناقص 4، وفي اسفل طبقه الكلي قيمته 2.7. فنطلع بالمنتصف هو الافرج مال هاي القيمه. حسبنا القيمة اللي هي 3.45 لـ MSV، وحسبنا من خلال موضوع أو مقدار الـ Consolidation 7. أعيد هذا المثال لو واضح.
دكتور بس الشارتات، الشارتات نستخدمها، هاي نستخدم نعم ممكن نطلع بنا قيم الإجهادات مو صحيح؟ نعم هذا تشارت مال المستطيل هسه. هسه الاساس عندك هو مربع 18 في 18. نجي راسا عندنا هو ده يريد النقطه، احنا دائما قلنا هي بالدر موضوع الكونسولديشن، لا بالركون ولا باي نقطه. خلاص بس نطلع قيمة بالتشارت ناخذ مربع واحد او مستطيل واحد ونضربها في اربعه ونحسب الدستانس. النقطه المهمه هي موضوع النت لود، هاي ركز عليها. شلون حسبنا النت لود؟ قلنا هن الستريس نطرح منه عمق الحفر في جاما في اتش، وبعدين يلا نحسب الستريس المنتقل. واضح؟ واضح. هذا سؤال مفهوم بابا؟ لو واضح واضح دكتور. واضح. السؤال الثالث، هنا عندنا مثال، هذا هو السؤال بروفايل. السؤال بروفايل عندي في الستركتشر، وعندك طبقة ساند، وعندك الافكتيف ستريس متكئة على بداية الكلي، نعطيه قيمة الستريس هو مختارها 60 كيلو نيوتن على متر مربع. قيمة الستريس طبعا يريد تحسب الكونسوليديشن سبب، نعطيك هنا علاقة وهذه تجينا دائما. هسه هو المطلوب مالته أول شيء، وهي نقطة مهمة هسه راح نجي. أول شيء يقول لك أنا أريد قسم لي طبقة الكلي في الشغل مالتنا، تعتبر أن طبقة الكلي مو امتداد واحد وإنما قسمين. يعني عندي طبقة خلينا نفرضها واللي هي حالة عامة مثل ما قلنا، أنه طبقة الكلي هذه عندي طبقتين، لو فرضناها أنه عندي طبقتين للكلي وكل طبقة لها قامة، خلينا نفرض هذه 20، لو جاتك بالسؤال هسه 20 وهذه عندك 19، الفويد ريشيو مالتها هذه مختلف عن هذه، الجي مختلف عن هذه، شلون نعاملها؟ نجزئها جزئين ونشتغل كل واحدة على حدة ونجمعهم بعدين. هسه هذا هنا بالسؤال حتى يدربك على الموضوع، يقول لك احسب لك انه اعتبر طبقة الكلي هي طبقتين. طب شغلك هسه قسم لي هذه الطبقة الى اثنين، ثلاثة بثلاثة. فالحالة عندنا اذا عندي طبقتين مختلفة احسب الاسترس بمنتصف طبقة الكلي هذه، واحسب بعدين السيتلمنت، وبعدين احسب الاسترس منتصف هذه الطبقة، واحسب السيتلمنت، وبعدين احسب اجمع السيتلمنت مال هذه الطبقة زائد هذه الطبقة. هذا راح يصير شغلنا لما يصير عندي طبقتين مختلفة. نعم نعطيك الاضافة بالحمل مثل ما نطانا بالسؤال الاول، الام سب في مختلف. هنا عندك الاضافه بالحمل الدلتا سيجما مختلف ويا العمق، راح تبدي عندنا من 80 وتنتهي الى العشرة في اسفل الطبقه. فالحمل الاضافي في منتصف هذه الطبقه، يعني الدلتا سيجما هسه ما راح ما منطق هو اساس ومنطق الابعاد ما الأساس، هو منطقيات دلتا سيجما، مجرد أنه تجي في منتصف الطبقة تحسب مقدار الدلتا سيجما، تشابه مثلثات أفرج تحسبها، شو ما تحسبها احسبها. ونحتاج أيضا الفويد ريشيو. الفويد ريشيو هنا هسه هنا يا قانون راح نطبق احنا، القانون الاول القانون الاخير الاول دكتور ليش ما معطينا مثل الام سب في او الام اي سب في؟ ما ذكر مهدي شنو؟
ابو الدكتور ما ذاكر اي معلومات عن الام سب في او الاي سب في. فنضطر نروح على القانون الاول. لا نعطيك علاقه تربط لك او اما اعطيك اياها طريقه معادله او تعطيني قيمه void ratio علاقه بالافكتيف اساس. هنا انا معطينا في التيبل بالسؤال ومن خلالها اقدر اطبق اني الحال. نجي هسه عندنا هذا عندك السؤال بروفايل مالنا. واحنا قسمنا هسه الطبقه مالتنا مال كلي الى طبقتين، راح اشتغل على كل طبقه على حده. واحنا دائما شغلنا قلنا بالكونسوليديشن اجي على منتصف الطبقه. هسه هنا نجي على منتصف الطبقه الاولى. نحسب الافكتيف ستريس. والافكتيف ستريس شو يساوي لي؟ نعطيك اياها انه من فوق كل هذا ما يبدي عندك من 60. فاقول 60 زائدا 1.5 في الجاما بوينسي. فالواحد ونص في 20 ناقص 10 او ناقص 9.8 هاي حاسبي احنا مضبوط. اطلع الافكتيف ستريس. هذا الافكتيف ستريس في منتصف هذه الطبقه. من اطلع الفويد ريشيو عندي قيمه افكتيف ستريس. الفويد ريشيو شو راح احسبها هسه؟ ايات امير شو راح احسب الفويد ريشيو؟ نعم دكتور. الفويد ريشيو هسه شو راح احسبها؟ طلعت الافكتيف ستريس، اقدر احسب الفويد ريشيو؟ اي نعم دكتور. يلا شلون نحسبها؟ موجوده هي الفويد ريشيو قيم لو لا؟ دكتور والله بالنسبه لي انا الشاشه يعني حتى ما طالع عندي، بس انت تريد يعني قانون البيد راشي البيد الفويد ريشيو؟ لا ما اريد قوانين هسه، انا ابي هاي هسه حسبناها عندي. وانا المشكله النت يمي يعني حتى صوتك يعني ما ادري شلون. مجدي مهدي لو مجدي 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 بالجيم. مصطفى سلام. شنو اليوم شباب؟ حد متابع؟ شوف ما اسال يقولوا فاهمين. زهراء مثنى. نعم دكتور. زهراء نقدر نعرف هسه قيمه الفويد ريشيو؟ دكتور هو مو اعطيني اياها بالسؤال؟ بالسؤال نعطيني اياها بالضبط. نعطيني تيبل مو؟ انا قدامكم يعني ايش ما حد يباوع؟ شلون اروح يعني؟ هسه اروح على التيبل مو؟ نعم دكتور موجود جدول. موجود هسه هذا الجدول، زين هسه انا ما عندي قيمه، انا طلعتها 75 قيمه الستريس. دكتور ناخذ افرج هي بالنص هاي. بالنص، واذا مو افرج اذا مو افرج بالنص اقدر اسوي انتربوليشن مو؟ تشابه مثلثات، يعني لو طالع عندي قيمه هسه 85 ما راح اصير عندك الافرج. فنس عندك تشابه مثلثات ونطلع عندك الانتربوليشن نطلع قيمه الفويد ريشيو. طلعنا قيمه الفويد ريشيو. هذه عندي انتربوليشن. فاذا اطلع عندنا مقدار الدلتا سيجما اللي جايتني. قلنا احنا مقدار الدلتا سيجما منه. هذا منطق عندك قيمة الدلتا سيجما موجودة عندنا قيمها اطلعها بالنص. طلعنا الدلتا سيجما. الفويد ريشيو موجودة عندي هنا. اطبق المثال الاول اللي هو دلتا سيجما دلتا اي على 1 زائد اي في الثيكنس مال لاير. وننتبه هنا الثيكنس مال لاير هي شنو ايش قد؟ 30 سنتيم. ليش اخذناها 30؟ لان هو قال لك جزئ الطبقه الى 2. فراح باعتبار انه راح نجزئ الى طبقه. اخذنا هسه حسبنا الفويد ريشيو او السيتلمنت كونسوليديشن مال الطبقه الاولى. نجي على الطبقه الثانيه. وين اخذ هسه بيا نقطه؟ ايش قد على العمق ايش قد راح تصير النقطه مالتي؟ 4.5.
أربعة ونص. وين؟ أربعة ونص. آه قصدك هنا على الطبقة مالته، صح. فهنا راح صار عندك النقطة أربعة ونص. فنجي أيضا نحسب 60 زائد 4 ونص في الجاما بي، نفس البروسيجر. من هذه الستريس مالتك راح اروح على القيمه مالتي، راح اصير عندي القيمه هي شنو 100 وشويه بين هاي القيمتين، راح اصير عندك قيمه الفويد ريشيو بين ال 0.88 وبين ال 0.91. طلعناها 0.908. دلتا سيجما ايضا من هذه راح اصير عندي هنا، راح اجي على هذا الافرج مال دلتا سيجما، راح اصير عندي هاي قيمتها منتصف هذه الطبقه، يعني معناها الافرج مال 45 زائد 10 على 2 يعني 55 على 2، هذه قيمه الحمل اللي اجانا. نجي نحسب الدلتا سيجما والفويد ريشيو عندها قيمتها من القانون الاول، ايضا طلعنا مقدار الكونسوليديشن سبب. فاذا هسه اجمعهم دكتور؟ هسه نجمعها، قسمناها وهسه نجمعها. احنا هسه بهذا المثال هي تربه واحده بس، هذه تتبعون هذه الطريقه. اذا عندك تربتين مختلفه راح يعني نعتمد هذه الطريقه، او ثلاث تراب مختلفه. شلون كنا بالموضوع الكي اكوفالنت، وهي الحالة العامة بالتربم، يعني أنا ما عندي تربة امتدادها مستمر نفس الخواص. على العموم هذه الحالة العامة نتبعها، قصدي لما يكون عندي ترب مختلفة اثنين أو ثلاثة، إذا جتك ثلاث ترب راح نجزئها ثلاث أقسام، وكل تربة ناخذ من المنتصف، نعيد هذه العملية ثلاث مرات، وبعدين نجمع التوتال كونسوليديشن سيستم وحسب معطيات السؤال. نا طبقنا القانون الاول، اذا منطيك السي سب سي تستعمل القانون الاخير وهكذا. واضح؟ واضح دكتور. بالنسبه للستريس المسلط او الدلتا سيجما اللي نستعملها، الدلتا سيجما راح يصير عندي نوعين مثل ما شفتوا. اذا نستعمل الدلتا سيجما اللي تجيني هذه عندي، حسبناها اما جايه من اساس مثل ما حسبنا هنا، لما تجي من حاله اساس نحسبها بالشارت. يعني لما عندك اساس حمل اضافي دلتا سيجما ديتي من اساس، هذه عندك الدلتا سيجما تعوضها نتيجه الشارت او نتيجه الابروكسيميت ميثود. لما يجيك حمل منتشر بانتظام، يعني دفن وموجود على سطح التربه، جاء قال لك انا عندي تربه دفن مقدارها 100 كيلو نيوتن على متر مربع، شلون راح ننقل الدلتا سيجما هذه ال 100 كيلو نيوتن على متر مربع ومفروشه على عمق على كل الموقع؟ يعني سير تشارج موجود عندك على عمق الموقع. الدلتا سيجما بالحاله اذا عندك حمل منتشر بانتظام، ما نسوي له عندك طبعا ابروكسيميت ميثود ولا دلتا سيجما. الدلتا سيجما كلها تنقلها عندك اذا عندك حمل منتشر بانتظام على سطح التربه، فاذا عندك نفس الدلتا سيجما تنقلها ناكلها. عندك 100 كيلو نيوتن على متر مربع تحطها هنا 100 كيلو نيوتن على متر مربع. واضح؟ فاذا عندي الانتقال مال دلتا سيجما اذا عندك اساس راح ينتقل عندي نشتغل عليه اما بالشارت او طريقه الابروكسيم. إذا جاء قال لك عندك حمل منتشر بانتظام على سطح التربة، مقدار الحمل هذا كله نقله مباشرة كحمل إضافي، سواء هاي الطريقة أو بأي طريقة أخرى من القوانين. وصلت هذه المعلومة؟
اي دكتور اصمت. دكتور هاي بالمسافات الكبيرة يعني المساحات الكبيرة؟ هو مساحة كبيرة، هو الحمل منتشر بانتظام. المثال الأول احنا من حليناه شفنا انه عندي مسافة، عندي كانت مساحة يعني منتشرة، ما دام عندي حمل منتشر على مساحة كبيرة جدا ما اقدر اهدس، يعني عندي كيلومتر شو اقول اني عندي طبق طارئ يعني مسألة شارك على مساحة كيلومتر ما ترحم، فنفس الحمل انقله مباشرة الى جميع القصد العفو الى التربة، هذا كله ينقل مباشرة. هذا هو المثال اللي حليناه اول شيء. هذا الفيل واضح لكم مو هذا اللي طالع؟ اي طالع. هذا المثال الاول اللي حليناه. نلاحظ انه مقدار الحمل السير تشارج هو قيمته اللي طلعناها هو دلتا كي. عندنا هذا المثالين الصغار بسيطات بس حتى بس مجرد نفتهمه. هذا على موضوع النت لود. عندنا مرات لما عندي اساسات كبيره كلش نسميها الاساسات، عندي الفلوتنج فاونديشن او الاساسات الطافيه. يعني هسه اذا اريد انا هنا بهذا المثال يقول لك ايش قد فودرات فاونديشن شلون انفجر، ايش قد احفر عمق بحيث يصير عندي كونسوليديشن سيتلمنت صفر، اقدر احقق ايش حاله لو لا. هذا المثال عندي عوض عندي كونسوليديشن سيتلمنت هنا صفر، وقلنا عندي اللوك بي يساوي لنا صفر، ف 10 الصفر راح يصير عندي صفر، وبالتالي عندك الدلتا بي نقدر نستخرج قيمتها. من هذا المثال الحمل عندك يكون صفر، هذه الحاله تحدث عندي لما يكون عندك حمل الاساس يساوي لي الى حمل المسلط. الحمل المسلط العفو هو نفسه عمق الحفريات. يعني انا شلت النت لود يكون عندك صفر، لما يكون عندي النت لود صفر انا ما راح يصير عندي اي كونسوليديشن سيتلمنت في الحاله، يعني اللي حطيته هو نفسه اللي رفع. هذه الحاله منا استخرجنا قيمه انه صار عندي عمق الحفر يساوي لنا صفر. بالنسبه لنا كبرنسبل عندي انا احقق كونسوليديشن ما يصير عندي يعني ما يصير عندي اي كونسوليديشن سيتلمنت لما قيمه طلطت عندي عمق حفر 120 وشلت قدها ستريس من عمق الحفر، يعني النت لود عندي صفر. هذا بس مثال بسيط لهالعمليه. مفهوم يا بابا الفكره؟ اي دكتور. سؤالي الثاني، احنا قلنا عمليه الكونسوليديشن تصير لما تكون عندي حمل مسلط. هذا الدلتا بي او الدلتا سي او بيصير عندي شنو؟ تغير بالافكتيف ستريس. وقلنا احنا اذا ما يصير عندي تغير بالافكتيف ستريس ما يصير عندي اي عمليه كونسوليديشن. سؤال هسه اذا اني ممكن احقق عملية consolidation يصير عندي بدون ما صلط حمل لو لا؟ دكتور هي مصر اذا بدون حمل مصر، اذا بدون حمل مصر. احد يعني عنده غير رأي؟ بس دكتور احتمال مرات يصير هو يعني شلون نقول فطول بالتربة، فطول ذاتي او شيء هبوط، فطول ذاتي
زين ما يخالف، هطول ذاتي نتيجه شنو؟ ما يخالف يعني التغير بالاكتف ستريس دكتور؟ يعني بدينا نوصل هسه احنا انه اذا صار تغير بالافكتيف ستريس يصير عندي سيتلمنت لو لا؟ اي دكتور اي اعتقد يصير دكتور، مو اعتقد هو لازم اذا صار زين. الافكتيف ستريس يتغير بس نتيجه تسليط حمل دكتور؟ نعم. لا دكتور الضغط الجوي والرياح ممكن تاثر عليها؟ لا ما علينا، منو دحكي يا حيدر؟ الضغط الجوي شلون يتغير عندي الافكتيف ستريس نتيجه الضغط الجوي؟ ممكن يعني مو بس ضغط الجو، يعني ممكن سرعه الرياح او زلازل. لا لا. يعني مو زلزال، لا 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 رجاء لا تودينا على مواضيعكم وما اخذيها هسه، بعدين ان شاء الله بالمستقبل تاخذون الزلازل اذا تريد الخبر. خلينا نبسط لكم المساله. عندنا المعادله مال ترزاتي، شنو هي المعادله مال ترزاتي حيدر حتى نوصل هسه ما دام شويه دخلت ويانا على الخط؟ الافكتيف ستريس شو يساوي لي؟ شلون دكتور؟ معادلة ترزاكي الإفكتيف ستريس شو يساوي لي؟ دكتور جاوب دقيقة دكتور، هي هاي مال سي قصدك لو ياخذ؟ لا لا حيدر معود مصطفى علي هذه اسمها زين. التوتر ستريس ناقص البورموتر برجع بورموتر برجع، هاي بيسكس هاي صارت عندكم زين. إذا أنا هسه ما سلطت حمل الافكتيف ستريس ممكن يتغير لو لا؟ ماني عندي اسل عن طريق اليو دكتور، ممكن عن طريق اليو رحمه الله عليك. شلون اتغير اليو من كيفه هو؟ يعني انا شلون هسه عندي، اذا عندي هسه التوتال ستريس هو ثابت، اذا غيرت اليو الافكتيف ستريس راح تتغير مو؟ اي اليو شلون تتغير؟ يعني احتمال يصعد المي سرعه الصعود. اها رحم الله والديك، بدينا نهجر فيه وما نهجر فيه. اها رحم الله والديكم، بدينا شويه يعني بدينا نربط كمهندسين، اريدكم شويه تفكرون بهيجي زين. انتم ما شايفين هسه عندنا مشاكل مال تربه؟ شايف من يحفرون حتى نجي هسه، من يجي يحفر شايفين، من يجي يحفر هسه عماره بصف ابنيه مجاوره يطلع مي، يطلع ماي بدينا نوصل شوية، شو يسوي الماي؟ يبدي يسحب الماي مو؟ حتى يبدي ينفذ راح يبدي عندك شنو؟ يسحب ماي. من يبدي يسحب ماي من هذه، احنا اخذنا مسألة الجريان، من بدينا نسحب ماي من منطقة راح يأثر على الووتر تيبل للأبنية المجاورة لو لا؟ أكيد دكتور. ايه فإذا عندي نزل الووتر تيبل في منطقة معينة، ايش راح يصير عندي بالافكتيف ستريس؟ راح يتغير لو لا؟ يتغير دكتور، يتغير. اني ممكن اني نتيجه سحب المي، وهذه هذه اللي صار عندي فشل، اللي صار عندي فشل بالمنطقه المجاوره الابنيه المجاوره، مجرد نتيجه سحب المي. اني دا اسحب مي من منطقه بعيده، دا اغير الووتر تيبل في المنطقه المجاوره، نتيجه تغير المي اللي صار عندي الافكتيف ستريس ده يزيد، وبالتالي نتيجة الافكتيف ستريس زاد تغير عندك، زاد عندي السيتلمنت. فإذا عندي هسه نرجع على المعادلة، المعادلة عندي مال كونسوليديشن، هذه المعادلة مو هي سي سب سي في الاتش في اللوج الانيشال ستريس، هاي ما علينا، هذه الدلتا بي. الدلتا بي مدى عندي، ممكن يصير عندي دلتا بي نتيجة حمل، وممكن يصير عندي دلتا بي نتيجة التغير الووتر تيبل. هذا هسه عندي مثال عليت لكم يا بس مجرد حتى نوسع مداركنا وحتى نعرف. عندي هسه دا يقول لك هذه المنطقة مال كلي، طبقة كلي التكنس مالتها 8 متر وفوقها مترين ساند، الخواص مالتها مطين الجاما ومطين الام سب في، وهذه التربه نورمالي كونسوليديتد حتى لا تصير معقده الشغله، ومعطيني الانيشال فويد ريشيو. يقول لك عندك سحبنا الووتر تيبل، صار عندي عمليه دروب داون بالووتر تيبل من سطح التربه اعلى
نزل عندي 2 متر يصير عندي عمليه كونسوليديشن لو لا؟ فنجي هسه نحسب عندي الستريس حسابات الكونسوليديشن شو نسوي احنا؟ اول شيء نجي نحسب الستريس وين؟ دائما بمنتصف طبقه المنتصف نحسب الافكتيف ستريس باول حاله لما المي هنا ونحسب الافكتيف ستريس بنفس النقطه لما المي هنا. هذه الحاله الاولى الافكتيف ستريس لما عندي المي الووتر تيبل في اعلى طبقه ايش قد الافكتيف ستريس؟ طلع عندي 56 عفوا. وبعدين لما ننزل الووتر تيبل الى هنا الستريس عندي الافكتيف ستريس صار عندك ايش قد؟ 76. فاذا الدلتا سيجما صار عندك مقدارها 20. اطبق بس راسه معادله ام سب في دلتا سيجما في الاتش صار عندي مقداره تكلمت مقداره 5 مليمات نزله في التربه و 6.5 عندي نتيجه بس مجرد عندي سحبت المي نزلت منه الى هنا. هذا مثال حددتكم اياه حتى تعرفون انه عندي يعني الدلتا سيجما التغير بالافكتيف ستريس مو شرط انه اسلط حمل وانما عندي اي تغير بالافكتيف ستريس نتيجه المعادله. قلنا احنا عندي طرفين بالمعادله عندي توتال وعندي بور ووتر بريشر. يا اما زايد التوتال واثبت البور ووتر بريشر بالحاله الافكتيف ستريس يزيد عندي. هاي حلينا الاسئله السابقه كلها على هالمثال. او عندي هسه ما عندي اي زياده بالتوتال ستريس مجرد صار عندي شنو؟ نقصان بالور فور ووتر بريشر وبالحاله شنو؟ ايضا صار عندي ستمات. مفهوم هذا السؤال؟ مفهوم دكتور بس سؤال على المثال القبل. نعم العشره الصفر ليش حسبناها صفر؟ هي نص الواحد دلتا في دكتور. نعم اي دكتور هي تساوي واحد بس من راح نقسم وراح نضرب فتطلع بالصفر حسبت انا واحد بس هنا تضربها بالدلتا تيم هنا عندك فتطلع صفر. اي دكتور يعني الاضافه هنا عند الدلتا في صفر النت لود مو العشره هاي هنا واحد صح بس عندك تمام تمام. سؤال هسه هذا لو عكسنا الايه لو المي كان هنا وبعدين صار هنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير زيادة بالله. يعني لو هسه عكسنا المثال هذا تحلوا لي اياه شويه تدربون نفسكم وشويه توسعوا مداركم. لو هسه اجيب لك سؤال اقول لك المي كان هنا وارتفع المي منه وصار هنا ايش راح يصير عندنا؟ بولينج دكتور؟ لا ماكو بايرنج يعني. اخذناه من لا لا دكتور زياده زياده بالبر اي ما يخاف صار لا لويز يعني زاد عندك الافكتيف ستريس بس مجرد راح يصير عندك نفس هذا القانون بس الكونسوليديشن سيتلمنت راح يصير عندك ماكو كونسوليديشن. احنا قلنا يا اما يصير عندي كونسوليديشن او يصير عندي بالحاله المعكوسه لما التربه ترتفع الى الاعلى شيء يصير عندي انتفاخ بالتربه. انتفاخ بالتربه فراح يصير عندك القيمه راح يصير عندك بمكان ما يصير عندي بالزاد راح يصير عندي بالماينس دلتا بي كانه عندك انتفاخ مقداره ناقص 5.6 التربه راح ترتفع بمقدار 5.6 لا اكثر ولا اقل كانه عندك الناقص الدلتا سيجما عوضها بالناقص. وصلت الفكره لولا؟ وصدق هذه اذا عندي ايضا مقدار السيتلمنت كونسوليديشن اذا صار عندي ارتفاع او انخفاض. انا قلت بالمحاضره السابقه قلنا بس مجرد نعوض الدلتا سيجما بالناقص ونطلع مقدار الهيب اللي صار عندي. ان شاء الله هاي المحاضره شويه مفيده بالنسبه لكم ولو شويه انسطرتوا بس شوية حتى نقدر نقدم بالموضوع شوية شوية. دكتور. نعم. بس تقدر تسجل الحضور إذا تطلع للمحاضرة.
خلصنا احنا، ها هي راح انزل لكم الوقت مال الحضور. ها مع واحد واحد تمام لا هاي خلصنا، هذه اللي نزلت لكم اللينك مال الحضور هذا.